وصلنا لأولى فقراتنا ورح نروح لموضوع كتير بهم الصبايا وصار يهم الشباب كمان، هو عمليات تجميل الأنف. فدايما منحسها هي إنه الصبايا بيحبوا يعملوا أنفهم، صارت هي شيء روتيني بالحياة إنه يعملوا أنفهم، ما بقى شيء طبي، صاروا بس بدهم يجملوه لأنفهم. رح نحكي عن الأخطاء ورح نحكي عن إذا لازم تعملي أنفك أو إذا لازم تعمل أنفك ولا لا، وشو هي الأخطاء الشائعة وشو هي الأضرار ما بعد عملية الأنف وخاصة بالتنفس. كل هالمواضيع رح نحكيها اليوم مع الدكتور مازن إسماعيل اختصاص تجميل. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. بالبدايه ملاقيين نحن اقبال شديد من الشباب والصبايا على تجميل الانف، امتى بيكون تجميل الانف ضروره دكتور؟ لا هو طبعا حقيقه هلا اكثر شيء شائع هالايام بيطلبوا الناس تجميل انف، والانف ببين بالوجه منتصف الوجه، الناس بتطالب فيه مشان تحسن شكل، احيانا بيكون في تشوه بالشكل، شكل الانف مو متناسق مع الوجه، فهو عادة بتجي بناء على طلب المريضة، يعني هي بتطلب انه بدي اشتغل انا تجميل انف، بدي احسن انفي. نحن هون بنساعدها بوضع الاستطباب انه انت بدك انف او لا، ممكن نشتغل هيك او ممكن ما نشتغل هيك، انت بحاجة او مو بحاجة، هون نحن بنساعدها، بس مو دائما يعني انه ممكن كل انف ممكن ينشغل، في حالات انف بتكون حلوة سلفا ما بدها تجميل ما بدها شغل ابدا، في حالات بلا بتتطلب بتكون انف مو متناسق مع الوجه، أنف كبير في حدا بيعليه أو هيك، هذا وقت نحن بنشتغله. نعم دكتور، كتير شفنا الصبايا بيحبوا يقلدوا مايا دياب، نجوى كرم، نانسي عجرم، وكتير من الفنانات بيجوا لعندك بدي أنفي يطلع نفس فلانة نفس فلانة، أو ممكن تكون عاملته من قبل بدها ترجع تعمله مرة تانية. خلينا نحكي عن هي التفاصيل، إنه فيكم تقلدوا أنف حدا كوبي ولا لا؟ سؤال هام جدا جدا، لأن إحنا عندنا أساسا أنف موجود خلقة إلهية بنحاول نعدل فيه، فهذا موضوع صعب حقيقة من الوصول إله، وبيجوا بيطلبوا بنحاول نقنعهم، إحنا مو دائما بيطلع معنا هيك، الأنف مو 100% مثل ما بدنا، إحنا عم نتعامل مع جسم إنسان حسب التندب والنتائج الجسم بتجي، مو دائما تماما كوبي، أساس حجم الأنف ما فينا نحن والله مثلا انف حجمه كبير نصغره بحيث انه بشكل هائل، نحن ما بنستأصل شيء من الجلد نشيل من جوا، فحسب حجم الانف الاساسي والجلد، طبيعه الانف وطبيعه الجلد لفينا نشتغل، بس مو دائما نحن فينا نشتغل كل شيء. هذا موضوع الكوبي من انف هذا موضوع حقيقه شوي شائك وصعب، اصلا بجوز يتقبل الجلد بجوز يتقبل او العظم بجوز يتقبل هالشيء او لا؟ تمام، موضوع الجلد موضوع اساسي، فهذا نحن بنحطه ببالنا وبنحكي فيه قبل العمليه مشان يكون المريضه عندها بينه نحن شو بدنا نشتغل شو بده يصير، اما انف فلانه وفلان وصور وهيك شيء حقيقه موضوع مو دقيق 100% للاسف. طبعا كتير دكتور عم نسمع كمان بالفيلر هلا بالانف عم يحطوه، بدنا نسمع ونعرف اذا هو صح ولا خطا. انا عم بيستخدموا الدكاتره فيلر الانف، في دكاتره ما عم تنصح فيه وفي دكاتره عم تقول لا انه صح، وهو يعني اجراء سهل ونتائجه فوريه وبينصح فيه المريضات. وكمان عم نسمع كمان على اذابه دهون الانف كمان، ما بعرف كمان شو هي الخطا والصح من اذابه دهون الانف، شو بتنصح انت كل حدا عم بيسمعنا؟ موضوعين صحيحين تماما وعلميا مثبتين. الفيلر هي ماده مالئه نحن بنستخدمها انه اذا في عندنا ديفو خفتفو تماما خفسه بالانف غؤور ممكن يتعب، هذا اسمه الميديكال رينوبلاستي، يعني تجميل انف طبي عاده هذا بنعمله بعد العمليه مو قبل العمليه. بعد العمليه بيطلع عندنا خفسه صغيره منطقه ديفو صغير ضعف، بنحقنه وبنعبيه وبياخذ نتائج كويسه، حتى الزفوه احيانا حابه تزيدها شوي ممكن هذا، وبالعياده اجراء سهل كلفته مقبولة نوعا ما وبيمشي الحال. إزالة الدهون بالأنف هي أحيانا كثير بنحتاجها بعد عملية تجميل الأنف، خصوصا إذا الجلد سميك بنحقن دواء هو نوع من أنواع الكورتيزونات بالجلد بيعطي شكل والشيب اللي بدنا اياه، الشكل اللي بدنا اياه نحن دكتور. بس بيقولوا لإذابه دهون الانف انه بتعمل اذابه للانسجه الموجوده داخل الانف، فنحن هذا الشيء بننصح فيه المريضات ولا لا؟ مشان هيك بنأكد انه هذا بيد طبيب اخصائي واستطباب مناسب، كثير بنحتاجه بعد العمليات بيعطي نتائج حلوه وبحسن، خصوصا في حالات صعب الدهون صعب نشيلها بالتجميل الانف العادي، فالاذابه بتجي تماما بنقطه بدنا بس بهالنقطه نشيل، فبيعطي نتائج حلوه وكويسه. خلال قديش النتائج الاذابه بتكون وكم مره بتحتاج المريضه؟ خلال شهر؟ لا بنعطي جلسه بعد شهر
ناخذ نتيجه، حبينا بنعمل جلسه ثانيه وثالثه، مبدا هو علمي موجود، هو اذاب الدهون او هو كورتيزون حقيقه بدوب الدهون واحيانا بيخفس الجلد، بيعطي نتائج كويسه، مستطب كثير بتجميل الانف حتى بمناطق ثانيه غير الانف بيستخدم، بس اهم شيء الاستطباب الصحيح لهيدا العمل المداخل، لانه نحن بحاجته او لا، لانه في ناس بتفكر انه انا بلا تجميل انف فيني اعملها، لا هذا كلام مو صحيح، بعد العمليه ممكن نعمله مشان يدعم مناطق، هون استطباب وخبره الطبيب اهم شيء طبعا. أكيد دكتور، في موضوع كتير مهم دائما بعد عمليات تجميل، إنه في فتحة بالأنف غير الفتحة الثانية، في نفس صح في نفس ما صح. أول شيء بدنا كتير نستفسر عن موضوع فتحات الأنف، إذا كانوا صح ولا كانوا شوي وحدة غير الثانية، إنه هل هالشيء طبيعي؟ وكمان بدنا نعرف إنه هل هالشيء بيأثر تنفس أو لا. تمام، موضوع فتحات الأنف نحن مندافع عن نفسنا بكلمة، إنه الخلق الإلهي أحيانا يكون في عدم تناسب أو في جهة غير جهة بالأنف أو شيء، فبنقبل شيء من عدم التناظر. أثناء العملية بيبين معنا أنه نحن إذا في شيء ممكن نشيل شوي أو لا، بس شيء من عدم التناظر بعد يمكن هي الست تنتبه على حالها أنه في عدم تناظر أو فتحة غير فتحة، بس اجتماعيا ما يكون مبين، ما حدا يلاحظ، فنحن هذا من أنه ما حدا بيلاحظه، أنت ملاحظتي على حالي فعادي. وطبعا الفتحات قابلة للتعديل أنه تتضيق بعد في اطباء خارجيه تماما بالعياده التخدير الموضعي اذا احتاجت. نحن اهم شيء بنضيق ايه طبعا بالعياده التخدير الموضعي بتنعمل، بنحط هامش امان انه اذا احتجنا بنعيد ممكن بعد 6 شهور، قليل ما نحتاج بس بنحط ببالنا هالموضوع. وهذا عاده اهم شيء ما تتضيق الفتحه بزياده، هذا الموضوع بنرجع من جديد على خبره الطبيب، يعني حسب الطبيب مشان ما تضيق الفتحه تكون متناسبه. دكتور، في مريضه مثلا بتعاني، عانت عملت انف اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ما وصلت للنتيجه اللي هي بدها اياها، بالاخر قالوا لها يعني انت هلا بتوصلي لنتيجه خلص انه ما فيكي تتنفسي ابدا، مثلا مثل هيك حالات صعبه اجت لعندك على العياده وقدرت انت تعالجها؟ والله اشتغلنا حتى بيطلع صوت صفير من الانف، ايه حتى وقت الاكل وهي عم تاكل كذا، يعني مسدود نفسها هيك بيكون على الاخر. تمام، موضوع سدة التنفس للانف لانه هي اساس عمليه الانف تصغير، يعني تصغير انفي، تجميل انف، تصنيع انفي، تصغير، فنحن عم نضيق الفتحات او شيء، فبنعمل عوامل ثانيه اذا في مشاكل تنفسيه نصلحها، في ضخامه قرينات او بسموه اللحميات النكويه، حيث نفتح مجال التنفس اكثر، ينفتح المجرى التنفسي، واحيانا اول فتره ممكن يكون هذا مقبول لانه في وزمه، الوزمه ممكن تضل لحد 3-6 شهور بالاغشيه المخاطره، ياخذ الانف حده ولا ياخذ حده تمام بده سنه، فممكن يتحسن مع الزمان مع شويه ادويه مثلا مشان الوزمه تخف، بس اذا احتجنا في مشكله تنفسيه احيانا بدنا نعالجها، يعني اذا كان في خصوصا تضييق الفتحات لانه الانف بيكون حجمه كبير، متعود على فتحات كبيره ومجرى تنفس كبير، وتضيقنا ضاقت التنفس فشوي هذا بيزعج شوي حتى بالصوت والحديث. أكيد نعم دكتور، نحن بنعرف إنه الأنف هو من الأعضاء يلي بتضل بتنمو وبتنزل لتحت مع الجاذبية الأرضية، شو هو الحل إنه بعد عملية التجميل يبقى الأنف محافظ على حجمه التجميلي أو يمكن ما يتأثر مع مرور الزمن ما يكبر وينزل لتحت؟ هذا موضوع ما فينا نتجنبه لانه هي من طبيعه الحياه، يعني بيقولوا بيزرعوا غضروف هون، بيزرعوا غضروف حتى لو انزرع غضروف ما بيكبر، بنحاول ندعمه، نحن بنحاول ندعمه مشان ما ينزل، لانه بعد العمليه بنحافظ على الذره والعظم يضل ثابت محله، بس في تقدم في يعني بسموه الشيخوخه او الزمن، هيدا له مجال انيفيتابل، يعني ما في واحد يتجنبها، فهيدي اجباري بدها تكون موجوده، بنحاول ندعم نحافظ عليه، بس مثلا بعد 20 سنه 30 سنه اكيد الجلد بده يتغير، ملامح الوجه، وهذا موضوع اساسي انه نحن احيانا بعد عمر معين فوق ال 50 او 60 سنه ما بنشتغل تجميل انف، تجميل انف بيكون للصبايا مشان الجلد يتجاوب وياخذ حده. أكيد دكتور، من مريضة لمريضة بتختلف عملية الأنف، في منهم مثلا بيزرقوا بيطولوا شهرين وثلاثة أو بيطلع مثل دم بعينهم أو هيك، يعني كتير من القصص اللي بتصير بعد عملية تجميل الأنف، خلينا نحكي عن سلبيات وإيجابيات بعد عملية تجميل الأنف، والعالم اللي خايف تلجأ لعملية تجميل الأنف شو بتقلهم؟ هو الشيء بدهم يعني يكونوا مقتنعين ليعملوها، مو لأنه مثل مايا دياب مثلا أو هيك بدها تعمل، إنه مقتنعة أنفها بحاجة أو شيء، يعني تكون تتأكد تماما انه قبل ما تعمل العملية من الطبيب اللي بدها تلجأ له والشغل والنتائج والعمل، الخبرة من عملية تجميل الأنف من أعقد العمليات بالجراحة وصعبة ومعقدة،
وهي بيسموها مثل البازل، يعني عملية معقدة، انه هذا الانف بده هيك، هذا الانف بده هيك، هذا بنعمله، مو كل الانوف مثل بعضها، مو كل العمليات مثل بعضها. أكيد وبعدين بدها تحط ببالها، هي نحن بنحكيها قبل العملية وقت بتجي، انه في اسبوع جبصين، في كدمات، ممكن الكدمات تضل لاسبوعين مثلا، جبصين بدنا نحافظ عليه بشكل ثابت اسبوع لعشر ايام احيانا اكثر، في دكات بالانف، في شوية نزة من الانف مثلا. فتحط ببالها هذا الموضوع، انه في اعاقة عن العمل والحياة الاجتماعية شيء اسبوع نوعا ما، فحسب وضعه وهي تحط ببالها أكيد. هالموضوع، لا ياخذ الانف شكله النهائي، بده سنه حقيقه. بس احنا قبل 6 شهور ما بنستعجل لنحكم مثلا، ممكن اذا بدها شيء تصليح او شيء سلفا 6 شهور يعني للسنة، بيتحسن. أنا سنه مني كل للسنة. سنه ايه. يعني أنا ما حبيت أنفي لبعد لا حلو انفك سنة. كثير ظابط، يعطي العافيه اشتغل لك اياها. دكتور ميرسي. العفو. دكتور، بنشوف في قطب خارجية وقطب داخلية، القطب الخارجية دائما بتحمل نوع من الندبات، وحتى بتصير البشرة كتير دهنية، فيمكن ما بتروح، ومع الأيام بصير في احمرار نتيجة القطب الخارجية. خلينا نحكي نصائح أخيرة عن القطب، ونصائح أخيرة عن عمليات التجميل. هلا عمليات تجميل الانف في انواع لها، كيف حد يدخل لجوا ليصلح، ففي شيء هذا المفتوح تفضلتي فيه، نعمل جرح صغير، نفتح الانف ونشتغل، وزرع غضاريف وخياطه وتصنيع، والفتحات كمان بدها قطب خارجيه تضيق، يعني كمان احيانا بنحتاج، فهيدي موجوده بتعطي لون تندب. طبعا الندبات كلها ما لها كفاله كيف بدها تطلع، بس اجمالا تطلع حلوه، وندبتها مخفيه بناخذها بزاويه مخفيه، وبضل لونها شوي الندبه لحد كمان نرجع النقطه، انه 6 شهور لسنه تاخذ حد نهائي لنحكم عن الندبه، وعاده ما انا مزعجه، بس في حالات بدنا نعمل قطب مشان نضيق الفتحات ونفتح الانف، نشتغل من جوا حسب طبيعه الانف، يعني عشان نفتحها ونشتغل من جوا زرع غضاريف تضيق، لانه عمليه الانف عمليه مثل ما تفضل، مثل ما حكينا من شوي، انه معقده وبدها شغل، كل انف بيختلف عن انف ثاني، كل وجه أكيد. خصوصي. وعملية تجميل الأنف هي بيحلى كل وش الصبية، فبنصح كل واحدة، أنا مني نصيحة بهذا عملية تجميل الأنف، فورا تلجأ للطبيب، وأهم شيء الدكتور يكون مريح نفسيا وشاطر، يعني ما تروحي لوين ما كان إنه مشان السعر الأرخص، روحي على الطبيب صحيح. أهم الأفضل، شغلة وأهم نقطة، هي أهم شيء، لأنه هو بوسط الوجه ويعني بيخرب لك كل وشك. وتاخذ رأي عدة أطباء مو غلط، يعني حتى أحيانا إذا بيجوا لعندي وسألوني بقول لهم اسألوا طبيب ثاني وثالث، خصوصا عمليات المشغول من قبل الثانوي بنسميه، هذا ما بيمنع تاخذ راي ثاني وثالث، يعني لحتى ترتاح وتشوف انه هم أكيد بناسبه، وهذا أكيد الكلام دكتور، اقنعها وتطمن يعني على هذا أكيد. الموضوع. بس دكتور نورت صباحنا، شكرا لكم، الله بوجودكم، وشكرا على كل معلوماتك القيمة. شكرا، شكرا الله لك. بوجودكم، شكرا لكم.